طيب ناخد كمان رسالة معانا كمان، حد بيقول حدث لي حادث سيارة وتسبب في بتر في القدم، وكان سائق السيارة المتسبب في الحادث مش المالك، أعمل إيه؟ يعني حد حصل له حادثة وحصل له بتر في القدم، واللي كان سائق السيارة ما كانش هو المالك العربية. تمام. يعني ده بيحصل بين إم حاجة من الاتنين، يا إما اللي سائق السيارة ده بيبقى سواق عندك أنت جايبه، فأنت تسأل عنه طبقا للقانون المدني. خلينا نتفق على ان عندنا عقوبتين او امرين في ده، مدني وجنائي. انت النهاردة خبطت واحد بالسيارة، دي ليها عقوبة جنائية وعقوبة مدنية. العقوبة الجنائية دي تتمثل في العقاب انك انت هتاخد حبس، حسب هل انت بقى وانت معدي الطريق كنت بتسوق برعونة، بتسوق باهمال، معك رخصة مش معك رخصة، تفاصيل كتيره جدا لازم الناس تاخد بالها. يعني انت لو معاك رخصه المفروض تبقى في جيبك مش في البيت. دي نقطه برضو عشان الناس يبقوا عارفينها. اللي ما معهوش رخصه يعني بيبقى كارثه بالنسبه له. فانت النهارده في عقوبه جنائيه، العقوبه الجنائيه دي ما تقعش غير على السائق اللي سايق العربيه، مش طبعًا. السائق معناه انه سواق العربيه، لا، السائق ايا كان، ممكن يكون ابني هو السائق. وممكن يكون السواق بتاعي هو السائق اللي كان سايق وقت الحادثه، اللي كان سايق وقت الحادثه ده عليه عقوبه جنائيه. يعني العقوبه الجنائيه عقوبه شخصيه. تمام. فهو ده اللي مسؤول عنها السائق. طيب عندنا عقوبه التعويض عن الضرر ده، وهو القانون قال لك ايه؟ كل خطا تسبب عنه ضرر للغير ويربطه علاقه سببيه يستوجب التعويض. انا ماشي بعربيتي خبطت واحد، الواحد ده رجله اتقطعت لا قدر الله، او اتبترت او اتكسرت او اي اصابه منها تسبب عنها ضرر لي، انا اعوضه. تعويض مادي والعلاج. تعويض مادي والعلاج. ما هو التعويض المادي ده يشمل هذا. تمام. لانك انت النهارده هتيجي تقول ده انا حصل لا قدر الله بعد الشر علينا وعلى السامعين كلهم حصل كذا كذا كذا، والضرر عناصره ايه بقى؟ القاضي لما يجي يبحث الضرر اللي هيديهولك مش عارف يشتغل تاني. هو صرف قد ايه؟ ما فاته من مكسب وما لحقه من خساره؟ ده ايه هو الراجل ده؟ ممكن هتسبب له عجز؟ مش هتسبب له عجز، هتعمل له ايه؟ فاتت لا كسر في الرجل وقعد شهر، ما راحش شغل لمده شهر، وصرف مصاريف كذا، دي الاضرار اللي اثبت. ابسط مثلا. فهنا النهارده الامر ده بقى مين اللي يتحمله؟ المدني ده التعويض. مبدئيا في عندنا وثيقه التامين الاجباري اللي كلنا مأمنين في عربياتنا. تمام. اللي مع الترخيص. اللي مع الترخيص ده بيروح شركه التامين، شركه التامين دلوقتي الحمد لله يسروا الامور جدا، وبيفتح عنده جدول يشوف الدراع بكام، الرجل بكام، ده مش بيهزار. يعني عنده جدول كده، لو واحد توفى بيدوله تعويض كذا، لو واحد لا قدر الله اصابه بتر كسر اي حادث ليهم في جدول كده، فهو بيديله المبلغ ده على طول. برضه عايزين نوضح الجزئيه دي للناس، ان يا جماعه لما بتروح ترخص عربيتك بتلاقي فيه يعني اللي هي المنافذ بتاعه التامين اللي موجوده داخل وحده المرور اللي انت المفروض بتدفع ليها الضريبه بتاعتها. حضرتك تقصد دي؟ لا، في فرق بين الضريبه والتامين الاجباري اللي هي التامين اللي داخل المرور. ايوه، التامين اللي بدفع عنه الفلوس المقابل المادي بتاعه. بتلاقي زي ما حضرتك بتقول منافذ كده لشركات، شركه اكس واي زد، عشان هم دول. ايوه، ده تامين، وثيقه التامين انت مش هترخص غير بيها. ايوه، بغير الضريبه. الضريبه دي ضريبه حاجه تاني. تمام. مش بتكلم على الضريبه بتاعت المرور اللي هي بتاعت التامين يعني. لا، ده رسم بتدفعه للتأمين. ايوه تمام. اوكي، فاحنا النهارده في الحاله دي بيبقى بيروح شركه التامين اللي طالع منها وثيقه التامين دي وياخد. في واحد يقول لي على فكره انا رحت لشركه التامين ما خدتش، هقول له ما انت عندك امر من اثنين، يا يكون شركه التامين اديتك رقم وانت ما عجبكش فما رضيتش تاخده وهترفع قضيه. ده حقك. تمام. يا اما حظك وحش قوي كانت العربية رخصتها انتهت والوثيقة انتهت. شوف احنا دايما ايه يعني ياخد يعني ما ممكن يعني اصل الناس ممكن تيجي تقول لك ايه لا اصلا انا عملت الحكاية دي وما حد نفهم ايه السبب مع تجديد الرخصة. انا النهارده ماشي بعربيتي بعد انتهاء الرخصة خلاص. أكيد. تمام. فوثيقة التأمين انتهت، فشركة التأمين هي مالهاش دخل بيا، الوثيقة مش سارية، خلصت. طب نعمل ايه؟ بنروح بقى نرفع دعوة، حتى لو خدنا ال 10,000 او ال 20,000 بتوع البتر اللي موجودين في الجدول باخدهم وارجع بدعوة تعويض بقى هنا على الاثنين بقى متضامنين، السايق وصاحب العربية.